التعليق ده بقى بيقول لي اخضر واسود واحمر وازرق. على فكره يا جماعه لو انتم مش لاقيين الالوان اللي انتم عايزينها في الكيبورد ممكن تكتبوها عادي وانا هفهم. حطينا كده الاربع الوان وقلبنا الشاشه ابيض واسود ولخبطنا الالوان. تعالوا نختار لون البشره. لون البشره هنا طالع معايا لون انا مش قادر احكم هو لون غامق ولا فاتح، بس ما علينا. يعني انا اهم حاجه عندي ان هو ما يطلعش اسود. تعالوا بقى نشوف الشعر والعين ونلونهم بلون واحد. لون الشعر والعين طالع معايا لون ازمق من لون البشره، لكن برده مش قادر احدد ده لون ايه بالظبط. وتعالوا بقى بعد كده نشوف لون الجناحات والاكسسوار بتاع اللبس ونعمله نفس اللون. وهنا طالع معايا اسود، عرفته طبعا عشان اغمق لون. وصح يا جماعه عشان ما انساش، انا سايب لك برنامج جوه الصفحه تحت صورتي بيخليك تعرف مكان الشخص اللي بيتصل بيك من رقم تليفونه. نختار بقى اخر حاجه لون التيشيرت كده، وبعد كده نرجع الالوان تاني. بس انا شايف ان لون التيشيرت قريب شويه من لون الشعر، ويا رب ما يطلع لون واحد. نشوف بقى الالوان طلعت معانا عامله ازاي ونظلل. اللهم صل على النبي، الالوان يعني اقرب لافاتار شويه. تعالوا بقى نشوف الرسمه بعد التظليل نشوفها هتفرق ازاي. ما تنساش تتاكد انك متابعني وتكتب الكومنت بالالوان اللي انت تحبها.